هذا المشروع تاني نقول أنه هو يتوافق وتجسيد الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خاصة في محورها المتعلق بالبنية التحتية القاعدية، لأنها شبكة للربط، دونك هي بنية تحتية قاعدية، ومحورها المتعلق بالحوكمة الرقمية، لأنه لما يتم إنجاز هذه الشبكة ويتم الربط بين القطاعات والهيئات سيتم لو بارتاج دو لا دوني، لا سيركيلاسيون دو لا دوني، دونك تبادل المعلومات والمعطيات راح يكون في بيئه مؤمنه بين كل هذه القطاعات. هذا حيسمح انه حتكون تسهيل في اتخاذ القرارات، دونك تكون فعاليه في الحوكمه، ومن جهه اخرى راح يسهل في ويحسن في الخدمات العموميه الموجهه للمواطن والمؤسسه. التوصيل أو الربط البيني بين مختلف الوزارات والقطاعات بشبكة خاصة ومؤمنة ومشروع ذا أهمية بالغة، سوف يسمح بتبادل وتقاسم المعطيات والمعلومات بين مختلف القطاعات بطريقة سلسة وفي نفس الوقت مؤمنة. هي شبكة خاصة مرة أخرى تخص الربط بين مختلف الوزارات والهيئات الإدارية العمومية. طبعا هذا التبادل تاع المعطيات وتنقل المعطيات يسهم كذلك في تحقيق التشغيل البيني لمختلف أنظمة المعلومات القطاعية، وهذا من خلال تجسيد استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها المحافظة السامية للرقمنة.